عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شورا سقيما يعانون سقمه وشكواه، ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم، وسلم نورا يتلألأ سناه، وموحيا كالشمس منك مضيء أسفارت عنه ليلة غراء، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، يوم نلت بوضعه ابنة وهب من فخر ما لم تنل النساء، وآتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء. مولدك كان منه في طليع الكفر وابل عليهم ووباء، وتولد بشرى الهوات في أنقاد، ولد المصطفى وحق الهناء. هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية، فطوبى لمن كان تعظمه صلى الله عليه وسلم وسلم غاية مرامه ومرماه.